المزيد من المتابعه ينضم الينا من بروكسل مراسل غد سلام ديال. يعني سلام، ما هي الملفات المطروحه حتى الان على طاوله اجتماع وزراء دفاع خارجيه النيتو؟ نعم، الملفان الأهم في هذا الاجتماع هو أوكرانيا بطبيعة الحال، وأيضا الانسحاب من أفغانستان. هذان هما الملفان الأهم بالنسبة لحلفاء الناتو. والجديد في هذين الملفين التصريحات. قبل قليل صدرت تصريحات بأن ألمانيا تطالب باجتماع مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة للحديث أكثر حول تفاصيل الانسحاب. يبدو أن هنالك توافق أو قبول مبدئي على الأقل من طرف ألمانيا. وزيرة الدفاع الألمانية إنغريت كارنباور قالت إن هذا الاجتماع سيناقش الانسحاب من أفغانستان، وعلى الأرجح سيتخذ قرارا بالانسحاب. إذن هذا الانسحاب كان قد أعلن عنه أمس من خلال مسؤول أمريكي، أكد أن رغبة الرئيس بايدن أن يكون الانسحاب في 11 من سبتمبر المقبل، الذكرى 20 لأحداث سبتمبر، وأن الأطراف وأن هذه المعلومات سيتم مناقشتها عملية مع الأطراف. هذا يعيدنا إلى ثلاثة أسابيع مضت عمليا، عندما قال وزير خارجية الأمريكي في اجتماعه مع وزراء خارجية الناتو بأننا دخلنا معا وتأقلمنا معا وسنخرج معا، وهو ما اقتبست منه أيضا وزيرة الدفاع الألمانية اليوم بحديثها لإحدى الإذاعات الألمانية عندما قالت دخلنا معا ونخرج معا من أفغانستان. القرار الأهم يعود في هذا الخروج عمليا للولايات المتحدة، كونها تملك أكثر من 2500 جندي في أفغانستان. التعداد الثاني هو للجيش الألماني ب 1600 جندي من قوات الناتو في أفغانستان، من نحو 9600 جندي مكونين عمليا من 36 دولة من دول الحلف ودول حليفة كالسويد على سبيل المثال. إذن الساعات المقبلة المؤتمر الصحفي سيكون على الساعة 9 مساء، ولكن هنالك اجتماع هذا الاجتماع سيجمع وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين عمليا مع يان ستوتربيرغ أمين عام حلف الناتو. حاولت التواصل مع الصحفيين أو مع المسؤولين الصحفيين في حلف الناتو، أكدوا أن لن يكون هنالك مؤتمر صحفي خاص بالاجتماع مع الوزيرين بين أمين حلف الناتو والوزيرين، ولكن سيكون هنالك بيان سينشر على الموقع وسيوزع على الصحفيين المعتمدين بتفاصيل هذا الاجتماع، مع العلم أن التفاصيل الأكبر حول الانسحاب ستكون على 9 مساء ليلا بخصوص الانسحاب بخصوص التوافق، ولكن يبدو أن الرغبة الأمريكية تسير نحو هذا المنحى عمليا. نعم، إليك سلام كيالي مراسل غد من بروكسل، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.